هاي من الضروره، من اول شيء مسؤوليه المرور لازم يتبع، خاصه على ذني مع احترامات لهم الشباب دون سن ال 18 لازم عندهم اجازه وعندهم مثلا يعني ماخذين خبره من السياره، لان عصير حوادث يا ستار يعني بجميع المناطق مدينه الموصل في الغابات وفي المنصه وباي مكان كانت. نرجو من والاهالي هم من الاب، نرجو من الاب يعني الكريم يعني يتبع على ابنه من يطلع بالسياره يكون عنده اجازه او واعي ابنه يعني واثق من نفسه يعني بالسياره، اهم شيء هذه. والله بالنسبه للوضعيه اللي احنا نعيشها هسه اليوم، يعني هو ما يتجاوز عمره 16 او 15 او 14 فياخذ السياره من عند ابوه ويطلع، هاي الشغله يعني المفروض الاهالي ما تعطي السياره يعني العمر. شيء ثاني احنا ناكد على اجازه السوق، هي يتحاسبون، ما عنده اجازه ليش السوق يعني السياره؟ اللي عنده اجازه معناته خضع للسياقات التابعه والفحص التراي. اليوم تشعر صغير وزي يتعاند معك بالشارع او يكسر عليك او يطلع لي قدام يجي السيطره ما يحترمه مرات حيل. انت اشوف اليوم يعني خلص من الماطورات خوش اخويا يتبعون الخطوات، اليوم يطلع لنا السياره يطلع لك صغير ما يبين من الاستيرن، شلون الاب يقبل ينطي السياره لابنه او ياخذها من عنده؟ والله ما يخاف خي السوق يتعلم، لا هاي غلط. المفروض اليوم من عند الاباء انه ما يعطي السياره ماله، ان شاء الله ما الاب اي ينازع هو يطلع يسوق. ارواح الناس غاليه او تمام قدر من عند الله عز وجل، بس بينو السبب؟ السبب اشنو السبب؟ انه الاب عينطي السويش لابنه، السياره الحديثه اليوم تغري. اليوم السياره الحديثه تغري، انت عندك سياره اليوم كذا مبلغ دفتر او دفترين تنطيها لابنك تغرينه اوتوماتيك طلع بيها فات داس بنزين ما اعرف شنو الوضعيه، كسر على جزره كسر على شخص سدلوا اربعه خمسه، واليوم اصبحنا في وضع غير يعني ما طبيعي بهذا البلد، انه الحوادث كثيره يعني الباحه اربع خمس حوادث خاصه عبولي بهالمسافه هذه بشارع الاسدي وضعيه حاله ما يرثى لها. لابد ان تكون هناك للدوله من من امن العقاب اساء الادب، لابد تكون يعني ان يقوم الدور الشرطي المرور وجزاهم الله قائمين بالامر، ولكن لابد من التركيز على عدم السياقة إلا بوجود إجازة وغير ذلك من الأمور. لا بد محاسبة من أمن العقاب أساء الأدب، هذه أولا. أمر آخر كذلك من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المرورية هي الانشغال بالموبايل، هذه من الأمور التي انتشرت الآن، تمشي في الشارع كثير من الناس ترى بيده يحمل المحمول ولا يلتفت إلى الناس إلا بعد أن يكون هناك الحادث.